السلام عليكم حبيباتي صحباتي المشاهدات. اليوم حابه ندير لكم هذا الفيديو خاص بزوج حيل. الحيله الاولى هذه تاع البصله اللي معاك حاطه في كنس تروش في قشور تاعها ومنها تفسد لي ليك، نقولوا تطيح على بعضها هكا وتعود بزاف يدير الرطوبه وتفسد طيشوها. الثوم كذلك تهني القشور وكلش. درك نعزلكم الحيله كيفاه نديروها، من بعد نولي لكم الفيديو. راني وليت لكم الفيديو وعدلتهم ودرت لهم هادو الشكاير تاع الكارط باه ما يلقاوش الرطوبه وكلش، يبقاو في النيل ولا في الكنسترو مباشره. هو نيلو بعد يدير الرطوبة ويفسدو. درت لهم هذا الشكارة تاع لي كخواسون، درت زوج لصقتو في بعضاهم وعدلتهم هكذا وحطيت البصلة وهاني حطيت الثوم ثاني وعدلتهم. عادو بخيزونطابل هان في زوج دو كانسترو يهبلو. هذه هي الحيلة الأولى. والحيلة الثانية كيما نديرو باريكزومبل نديرو سني ديباراسيوه، نلقاو الخبز البابة تاع الخبز هكا نديرو شكارة أو سبيسيال شكارة في الكوزينة. وكل ما نديباراسيو الخبز تاع الفطور تاع الغدا تاع العشاء نحطو فيه ونحط نخليوه هكا. كي نعودو رايحين نطيشو الفاداليت تاعنا أكرمكم الله نطيشوهم في مكان خاص بالخبز اليابس في ركنه وحدها لهي باه نتفاداو، يعني حرام علينا نطيشو في مع الفضلات. وحنا تاني نديرو نفرزو الفضلات وحدهم والخبز والبيبة وهادو كل طعام ربي العبد يخاف ربي باه من ننظمو المطبخ تاعنا يعود بخوبخ يعود كل حاجه في بلاصتها. هذو هما الحيلتين اللي قدمتهم لكم متابعاتي القدم والجدد، ان شاء الله مرحبا بكم. ونقول لكم ديروا لي اللي ما داروش اشتراك وما داروش لايك يديروا لي، ومرحبا بهم في قناتي. وان شاء الله نزيد نشارككم في يوم في الايام الجايين في حيل اخرى بالطباخيه. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.